اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، ولسه بنتابع مع حضراتكم تداعيات قمه القاهره للسلام واللي انعقدت السبت 21 اكتوبر في العاصمه الاداريه الجديده. وتداعيات هذه القمه منذ قليل يعني اصدرت رئاسه الجمهوريه بيان اكدت فيه ان مصر تحافظ دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينيه والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد او تراجع عنه. كمان يعني اكد هذا البيان ان مصر لن تتهاون للحظه في الحفاظ على سيادتها وامنها القومي في ظل ظروف واوضاع متزايده المخاطر والتهديدات، مستعينه في ذلك بالله العظيم وباراده شعبها وعزيمته. يعني بيان كبير ومهم اصدرته رئاسه الجمهوريه، محتاج جزء كبير من التحليل لهذا البيان وفقراته. احنا طبعا بيشرفنا الاستاذ زكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع ومحرر الشؤون العسكريه علشان نحلل اكتر هذا البيان. يعني اهلا بيك استاذ زكي معانا. استاذ محمد، مساء الخير للساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني لو اتكلمنا على البيان الصادر من رئاسه الجمهوريه، يعني في البدايه نقدر نقول انه مثلا في نقاط بعينها البيان اتكلم عنها وهي بناء توافق دولي عابر للثقافات والاجناس والأديان والمواقف السياسية. ده طبعا يعني البيان بيشرح رؤية مصر تجاه الأزمة الحالية أو الراهنة اللي احنا بنتحدث فيها يعني. طيب خلينا فيها البداية نتكلم على روح البيان. روح البيان الأساسية بتقول إن الدولة المصرية لديها قدرة على شرح المضمون اللي عايزة توصله للعالم، لديها لغة واضحة في هذا الإيصال، لديها بنود واضحة في الرسالة التي تريد أن تعلنها للعالم حول القضية الفلسطينية، ولذلك جاءت قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة تعبر عن هذا السياق. فبالتالي روح البيان تعبر عن فلسفة ورؤية الدولة المصرية التي تدعم حقوق الفلسطينيين، تدعم حقوق المدنيين في أي من الجانبين، تدعم فكرة التراجع للوراء خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات للوراء حتى يتم وقف إطلاق النيران ودخول المساعدات الإنسانية وإجراء هدنة يمكن البناء عليها في إجراءات كثيرة وأدوات وطنية يمكن التحرك فيها. فبالتالي روح البيان، روح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية هي تسير في هذا الفلك. الفلسفة والرؤية المصرية اللي بدأت منذ الأزمة بتقول إن إحنا لابد أن نحافظ على حقوق المدنيين، لابد أن يستوعب الجميع الرسالة من بدري، لابد أن تكون التحركات الوطنية وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المتفاعلين إنسانيا من حول العالم، لابد أن يستمعوا للغة الخطاب واللغة العقل التي تكون مبنية على أسس سليمة، لا تنظر للأمر نظرة أحادية ولا تأخذ جانب الفلسطيني فقط أو الجانب الإسرائيلي فقط، لكن تأخذ نظرة شاملة. هذه روح البيان وهذا هو شكل البيان. لكن في بقى الصياغة كمان، يعني نقطة تانية هي الصياغة. صياغة البيان بتقول إن جمهورية مصر العربية تقدم ما لديها من فلسفة في الطرح، وده اللي كان ذكر على لسان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصباح خلال كلمته، وأيضا هذا البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللي بيسير في فلك إن لدينا موضوع أو خارطة طريق لابد أن يستوعبها العالم، مع الإشارة الرئيسية والعنوان الرئيسي واللي أشكر حضرتك إن أنت قلته هو أهم نقطة في البيان، اللي هو مصر لن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم وبإرادة الشعب وعزيمته. وإرادة الشعب وعزيمته هي اللي تؤمن دايما القرارات الوطنية والقرارات المتدرجة. أظن لأن الفترة اللي جاية ممكن يكون فيها قرارات متدرجة صادرة عن القيادة السياسية، ولابد من دعم شعبي كبير وعزيمة كبيرة تدعم هذا السياق وهذا الإطار. فهنا في الشكل والمضمون هذا البيان يتوافق مع فلسفة جمهورية مصر العربية، يتناسب ويتوافق مع رؤية القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والذي يعبر عن ضمير الجيش المصري ويعبر عن قيمة المصريين ويعبر عن مطالب المصريين ويعبر عن أطياف كثيرة تؤمن بالإنسانية حول العالم. نحن نقدم الإنسانية طبعا، لكن الإنسانية لابد أن يكون لها أدوات لتحقيقها. هذا البيان يتوافق مع هذه المشروطية الرئيسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة التراجع للوراء، لأن عملية الإجرام والإبادة دي هتحرك كتير من المشاعر سواء على المستوى الشعب المحلي أو على المستوى الدولي الإنساني. طيب احنا شفنا ممثلي يعني عدد كبير من الدول الأوروبية أو اللي حضروا هذه القمة تحديدا، كان الكل بيتكلم على إدخال المساعدات الإنسانية، لكن
ما كانش فيه مطالبة فورية بوقف إطلاق النار، يعني الموضوع بيروح ويجي على حسب سياسة كل دولة بقى، سواء إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا، خصوصا إنه البيان هنا يعني في نقطة مهمة بتقول: فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في كل مكان، نجد تردد غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر. يعني دي فقرة مهمة للغاية فيها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية فيما يخص قمة القاهرة للسلام. هنا بيتكلم عن المعايير المزدوجة في التعامل، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المعاونة زي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبعض الدول الأخرى. هنا التعامل الإنساني البحت مع المواطن الفلسطيني، هو ينظر للمواطن الفلسطيني باعتباره أقل أهمية من حياة باقي البشر، وبالتالي حتى ينظر للعرب باعتبارهم ان هم ليهم تعامل خاص على عكس المواطن الاوروبي. وهي دي حركته في اوكرانيا، او حركته في اوكرانيا كانت تدعم هذا الاطار بالضبط، ان هو يروح للاوكرانيين باعتبار ان روسيا داخل ارض اوكرانيا هيبدا يدعمهم، وفي نفس الوقت اسرائيل وهي داخل قطاع غزه يبدا يدعم الطرف المعتدي، كان بيعتبر ان ادانه قتل الابرياء هو بيقف عند يوم 7 اكتوبر للمقاومه الفلسطينيه في قطاع او مستوطنات غلاف غزه، اشكول واشكلون وشهر نين. هي الفكره كده، هو بيعتمد على انه يقف عندهم 7 فيبدا يصور. ونتذكر ان الرئيس الامريكي قال في وقت من الاوقات انه شاف فيديوهات لناس وبعدين رجع اعتذر عن هذه القصه، والخارجيه الامريكيه بدات تبرر هذه القصه. فهو بيتعامل على ادانه قتل الابرياء، هو بيعتبر ان الاسرائيليين هم فقط الابرياء، لكنه لا ينظر الى تطورات المشهد ان في اكثر من 4000 شهيد سقطوا من الجانب الفلسطيني وفي قطاع غزه تحديدا، كما ان الضفه الغربيه ورام الله اللي هم بعاد عن قطاع غزه فيهم عمليه، في ناس استشهدت وفي عمليه اعتقالات تمت. فالسؤال يبقى: هل احنا رايحين للضفه الغربيه ورام الله ولا رايحين لكل فلسطيني؟ هنا الجزء الخاص من هذا البيان هو عايز يقارن ما بين الانسانيه، انت اللي شايف قدامك المواطن الفلسطيني او المواطن الاسرائيلي، لابد ان تكون نظرتك شامله، لا نظره احاديه، تتعامل مع الفلسطيني ومع الاسرائيلي باعتباره ان لابد من الحفاظ على حقه طالما لم يحمل السلاح وطالما لم يكن هناك مواجهات عسكريه او مواجهات نظاميه. وهو ده اللي بيعمله الاحتلال الاسرائيلي واللي بتؤمن بيها الدول الاوروبيه اللي وقفت عند تاريخ 7 اكتوبر وهي مكمله في هذا الاطار. هذا الجزء من البيان الصادر عن رئاسه الجمهوريه يعبر ويطالب المجتمع الدولي بضروره التراجع عن فكره المعايير المزدوجه في التعامل مع الانسانيه. الانسانيه ليست ادوات للتصدير منهم لنا وعدم النظر فيها حينما تحدث مشكله، لابد ان يطبقوها نظريا وعمليا، وهذا الواقع غير مطبق في فلسطين حتى الان. يتعاملون مع الاسرائيلي انه فقط المظلوم والبريء، ولا يتعاملوا مع الفلسطيني المدني والاطفال اللي بيسقطوا فيها المستشفيات والقطاع الصحي ان هم برضو ابرياء ومظلومين في هذه القصه، واقفين عند يوم 7 اكتوبر وسابوا باقي الايام اللي استشهد فيها الاف من الشهداء. واظن ان الارقام والحصر هيزيد كمان في الايام اللي جايه نظرا لعمليات الاباده اللي بتتم من الاسرائيليين والاحتلال الاسرائيلي جاي قطاع غزه، كمان مع تصاعد عمليه الاجتياح البري اللي بيتكلموا عليه. طيب، في نقطه مهمه في البيان بيقول: اكدت مصر بهذه المناسبه انها لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من اجل تحقيق الاهداف التي دعت الى عقد هذه القمه مهما كانت الصعاب او طال امد الصراع. هل نقدر نقول انه السطرين دول او الكلمتين دول بنقدر من خلالهم نقيم اعمال القمه، ولا احنا دلوقتي لسه القمه لسه مستمره وهناك يعني تشاورات بين الزعماء وممثلي الدول؟ هل نقدر نطلع بنتائج ولا القصه ايه بالظبط؟ اولا المعارك لابد ان نكون نفسنا طويل فيها، وهذه المعارك تحديدا مع عدو يحاول ممارسه كل ادوات التشويش والتضليل ومحاوله خلق سياق اخر غير السياق السليم، لابد ان احنا يكون نفسنا طويل في المعارك السياسيه والدبلوماسيه خصوصا والتعامل وفق هذه الاليات. طب انت هنا بتشتغل لوحدك في العالم، لابد ان يكون في شراكه مع المنظمات الامميه ومع الدول الاقليميه التي تتفاعل مع فكره الانسانيه، التعاون كمان حتى مع الدول اللي واخده ناحيه اسرائيل والاتجاه الاسرائيلي، مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الدول الاوروبيه اللي بتطلع دايما بتطلع بيانات لصالح اسرائيل. لابد ان يكون هناك حديث دائم ومتصل مع هؤلاء ان احنا نحاول نقدم لهم الصوره الحقيقيه. خلي بالك هم ممكن يقدروا يعملوا مظله على الاخبار الخاصه بفلسطين ويقعدوا يستخدموا وسائل الاعلام عندهم السوشيال ميديا ويقدروا يعملوا عمليه السيطره، لكن في وقت من الاوقات العمليه هتفلت ربما بمشهد، بصوره، بطفل زي الفيديو اللي احنا كنا شايفينه موجود على موقع اليوم السابع من شويه حوالين الانسانيه من ناحيتين، سواء الطفل الاسرائيلي او البنت الاسرائيليه والطفل الفلسطيني.
بعض المشاهد دي ممكن تصل وتتمرن لوسائل الاعلام العالميه وساعتها يبقى الموقف صعب عندهم. فهنا لابد ان احنا نشتغل مع الشركاء، لان دايما لازم يبقى في خط مفتوح مع العدو ومع الصديق في ان احنا نمرر الرسائل الحقيقيه من الارض الميدان. هنا هذه الفقره من بيان رئاسه الجمهوريه تسير في هذا السياق، ان احنا لابد ان احنا نشتغل، يبقى نفسنا طويل نكمل طالما المعركه ممتده. والعمليه هنا مش مرتبطه حتى بان هم يوقفوا اطلاق النار ولا يعملوا الهدنه، العمليه كمان عندنا مجال طويل من بلد بتم اباده 30% منها لحد دلوقتي تقريبا، واكثر من 4000 شهيد زي ما بنذكر دايما، واكثر من 10000 مصاب. عمليه كمان ما بعد وقف اطلاق النار والهدنه ده برضه هيبقى مطالب ان احنا يبقى دايما فاتحين خطوط اتصال مع الشركاء، وهذه نقطه في غايه الاهميه في هذا البيان. يهمنا طبعا نأكد انه يعني في هذا البيان مصر اكدت انها لن تقبل ابدا بدعاوى تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب اي دوله بالمنطقه، ولن تتهاون للحظه في الحفاظ على سيادتها وامنها القومي في ظل ظروف واوضاع متزايده المخاطر والتهديدات. دي نقطه جوهريه اصلا في قمه القاهره للسلام وفي الخطاب الرسمي والشعبي المصري خلال الفتره اللي فاتت. القضيه الفلسطينيه لابد ان تظل على ارض فلسطين، القضيه الفلسطينيه حدودها ارض فلسطين، القضيه الفلسطينيه والمقاومه الوطنيه حدودها ارض فلسطين، تحركات العدو والاحتلال الاسرائيلي ضد المقاومه الوطنيه لابد ان يكون هناك ادراك ان هذا التعامل داخل فلسطين، داخل اي تفكير واي سياق اخر بيحاول يجر فيه مصر او يجر فيه الشعب المصري ربما الحاجات اللي هو مش يعني اقول مش متوقعها او مش عارف يدركها لحد دلوقتي، ولا التقارير عنده في اجهزه الاستخبارات وخلافه تقدر ترصد هذا الامر. لكن الشعب المصري نزل وقال بشكل علن ان احنا نرفض عمليه التهجير وعمليه النزوح. القياده السياسيه خطابها الرسمي برضه ماشي بنفس السياق، واكد النهارده سياده الرئيس حتى انه وعدها مرتين ان لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه ولا للتهجير، نقطه مفصليه وجوهريه وتحتاج الساده المشاهدين والشعب المصري كله يبقى مع القياده السياسيه في الفتره الجايه، لان الاحتلال الاسرائيلي وشهوه الانتقام لدى قياده الاحتلال الاسرائيلي ونتنياهو واحد الحكومة المتطرفة اللي معاه بتدفعهم دفعا الى مصير هم نفسهم هيبقوا اول المتأثرين به. وبالتالي احنا بنقول القصة بشكل علني، بنقول التصريحات بشكل علني واضح وبنكرره مرة واثنين وثلاثة لعلهم يفقهون، لعلهم يستمعون، لعلهم يعقلون. كل الحاجات دي لابد ان تصل اليهم ولابد ان يستوعبوها، ويستوعبها برضو الشعب الفلسطيني ان قضيته على ارضه مش قضيته انه يروح حتة تانية ويدافع عنها، فلابد ان تستكمل معركته ويفضل مدافع عنها ويفضل موجود على الارض، ويفضل كل شعب او اي امه او اي دوله في العالم لابد ان تدفع ضريبه التضحيه وضريبه القضيه بتاعتها. والشعب الفلسطيني بيعمل ده ببساله وباقتدار، وباذن الله هو منتصر في النهايه، لان الشعب ده مش هينتهي ومحدش هيقدر يبيده، فبالتالي هو منتصر في النهايه مهما حاول نتنياهو او بن غفير او كل الحكومه الاسرائيليه المتطرفه في هذا الوقت. الاستاذ زكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع ومحرر الشؤون العسكريه، بنشكرك طبعا على هذا التحليل، ويعني مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.